حاجة بالنسبة للعطش في رمضان، خصنا نعرفوا باللي العطش شنو الحاجة اللي كتخلينا نعطشوا. أول حاجة كتخلينا نعطشوا هو أن الناس كاين اللي كيتسحر مع 12 ديال الليل الوحدة ديال الليل، هذا ماشي سحور. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الفطور وأخروا السحور. علاش أخروا السحور؟ لأن فيه حكمة كبيرة، أولا كنربحوا الوقت. الثاني مسألة هي طبيعة الأكل اللي كياكلوا. كاين الناس دابا، لأن كنعرفوا حنا الأكل نوعان، أكل تأكله وأكل يأكلك. لما كتاخذ واحد الأكل اللي هو طاقيا كبير، معنى طاقيا كبير أن الجسم كيتعامل مع واحد الكم هائل من الطاقة، والجسم ديالنا راه بحال مثلا السيارة، ملي كتكون هذا درجة الحرارة كترتفع وكتولي عندك الماء كيولي درجة حرارة، وخاصك بزاف الأمور باش الجسم باش السيارة تبرد هذا الماء. هكا الجسم ديالنا، الجسم ديالنا كل ما خدا وجبة طاقية كبيرة كل ما كون هناك واحد العطش اللي هو عطش خايب، وهذا هو السبب ديال العطش الأول. ثاني حاجة أننا ما نخافوش من العطش في رمضان، لأن المسألة بسيطة جدا، هو أن نوعية الماء في الجسم ديالنا كاين نوعان، كاين الماء المرتبط والماء الحر. الماء المرتبط بعمره كينقص، هذه النصيحه كنقولها حتى بعض المختصين كيقولوا لا ما تصوبش عين شفولك الكلاوي. علميا هذه المعلومه غير صحيحه تماما، اتحدث خلال الصيام. علاش؟ لان الماء المرتبط مع عمره كينقص. شو كينقص؟ كينقص الماء الحر. والماء الحر ملي كينقص، وهنا الحكمه وهنا الجمال وهنا الجمال ديال الفيزيولوجيا، ملي كينقص الماء الحر الجسم ديالنا كيقوم بواحد الدوره تحويل الدهون الى ماء. هذه ما كاينش شي مختبر على وجه الارض كيقوم بها. هاد تحويل الدهون الى ماء، الجسم كيستافد من الماء. ودايوغ راه كاينه حتى عند الابل، الجمل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الجمل كيكون عنده داك السنام في الظهر ديالو، شكون اللي كيخليه انه يقاوم العطش؟ راه ماشي حيت شرب بزاف، ولكن حيت عنده دوره بيولوجيه احيائيه تحول الدهون الى ماء، وهذا هو الهدف. راه بحالنا بحال هاد الانعام هذيا. اذا بالنسبه لي انا لا وجود لمبررات اننا نخاف من العطش. العطش فيه نسبه كبيره من الجانب النفسي، ارتفاع درجه الحراره، لا ما نتحركوش، لا هذه بالعكس. وحتى احنا الحمد لله حنا كنصوموا وكنعيشوا هذه الاشياء بالعكس باشياء جميله جدا. وانا كنقول للصائم ما يجيك العطش فرح وما يجيك الجوع فرح. علاش؟ لانك تكون بصدد حرمان الخليه السرطانيه من الطاقه ديالها، وهذا بالنسبه لي انا نعمه وليست بنقمه. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.